انتهاك الحوامل، في حين كان إمام الأزهر الشريف يعلن أنه أمام تقاعس الجميع عن نصرة غزة لم يبق لنا إلا الدعاء والتضرع، كبرت كلمة تخرج من أفواههم. في نفس الوقت كان الحرم المكي الشريف يشهد مئات الألوف من المعتمرين، مئات الألوف الذين فهموا دينهم خطأ، وبدل من أن يتبرعوا بتلك الأموال إلى البقعة الوحيدة التي تجاهد في أمة خانعة رضيت بالقعود ولم تفهم أن الجهاد بالنفس والمال هو أعلى درجة الإيمان، كيف يقرأ السديس ورفاقه سورة التوبة والأنفال والأحزاب ومحمد؟ بماذا سيجيبون الله عز وجل عندما قال أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. هذه عبادة شارك فيها المسلمين صغيرهم وكبيرهم عندما انحازوا للصمت. لا غالب إلا الله.